أهلا معكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج المراهقة وتحديات العصر. المراهقة هالعمر الصعب والدقيق يلي بعاني فيه أكثر الأهل وأكثر الأولاد حتى لو كانوا عايشين بجو بيت طبيعي. كيف إذا كان في بهيدا البيت شي خلل معين؟ بحلقتنا اليوم رح تكون عن المراهق وعالم السجن. رح نستقبل أبي الدكتور نجيب عقلينة رئيس جمعية عدل ورحمة وأخصائي برعوية الزواج والعائلة. أهلا وسهلا فيك أبونا. شكرا مدام ريتا. بدي أسألك، أنتو شو عملكم كجمعية؟ شو دوركم بهالمجتمع؟ بداية أنا بشكرك مدام ريتا أنك عم تضوي على هالموضوع. بتعرفي عالم السجن منسي من المجتمع، فكيف المراهق اللي موجود بقلب السجن والولد يعني أو المراهقين موجودين ببيوتهم وأهلهم موجودين بالسجن. نحن جمعية عدل ورحمة تأسست من قبل الرهبانية الأنطونية المارونية من 20 سنة. دورنا وعملنا أنه نشتغل مع المساجين في السجون اللبنانية ومع عائلاتهم بذات الوقت. كمان عنا مهمة كمان أنه نرافق المدمنين والمستخدمين للمخدرات بداخل السجن وخارج السجن، منهم مراهقين ومنهم شباب ومنهم متزوجين. قد ايه نسبة المراهقين؟ نسبة المراهقين اللي موجودين بالسجن او اللي مدمنين على المخدرات؟ الاثنين، المدمنين والموجودين على السجن. يعني بسجن الاحداث برومية اللي هو السجن الوحيد اللي فيه ما دون 18 سنة عندنا 145 سجين، هذا شباب يعني. أما البنات موجودين قاصرات، موجودين بسجن بعبدة أو بغير ببربر خازن. فدور الجمعية اليوم أن ترافق وتساعد وتحاول تأهل، واستعملت كلمة تحاول تأهل، قد بدنا نأهل نحن برات المجتمع ما عم نقدر نأهله. فكيف هالأشخاص مثل ما تفضلت وقلت ببداية حديثك أنه هالأشخاص المراهقين، سن المراهقة هو سن صعب، هو دقيق، هو غني، بحاجة لمرافقة ومتابعة خارج السجن. الأهل عم يتعبوا مع المراهقين، فكيف داخل السجن؟ فاليوم نحن منساعد هالأشخاص ليتأهلوا ويقدروا يرجعوا يندمجوا بالمجتمع. إذا المجتمع استقبلوا قدروا هن يرجعوا لهالمجتمع بوعي أكثر، بتوبة، بندامة، بإعادة إنه يقبلوا حالهم والمجتمع يقبلهم. فجمعية عدل ورحمة هي بخدمة هالسجناء، واللي نحن نتمنى اليوم إنه يكون في توعية كبيرة ومهمة، ويمكن نحكي بسياق الحديث بالمجتمع حتى ما السجون تكبر ويصير المجتمع سجن كبير. مزبوط. بدي أسألك، ما زال عم نحكي عن المراهقين بالسجن، شو رأيك بسجن الأحداث بلبنان؟ هل بيفي بالغرض المطلوب؟ وشو نصيحتك؟ سجن الأحداث برومية اليوم بالمبدأ كسجن، بالنسبة للسجن الكبير برومية يعني منقول 4 نجوم بنسميه اليوم بالتصنيفات. بالنسبة لهيداك، بس ما نشوف هيداك كيف صح. يعني هذاك حالته مزرية للأسف، من نظافة، من أجواء مريحة لا يعيشوا. عند الأحداث مثل ما قلت في 145 شخص اليوم، بعض الوزارات تهتم، وزارة الشؤون، وزارة الصحة، الأمن الداخلي، في المسؤولين بيتابعوا أوضاع وحياة الأحداث الموجودين بالسجن. اليوم الدولة اللبنانية عم تبني سجن وتأهل سجن بما منطقة الوروار، حد كفر شيما، الحداد، هونيك، لحتى نعمل بيئة حاضنة صحيحة وسليمة لهالأشخاص اللي ارتكبوا أخطاء بحياتهم واللي تسببت لهم بالأذية وأذية المجتمع. ويمكن إذا ما قدرنا ساعدناهم داخل السجن وأهلناهم ورفقناهم وتابعناهم وحبيناهم وغفرناهم وساعدناهم، رح يرجعوا يكرروا الجريمة، يكرروا السرقة، يكرروا النشل، يكرروا بيع المخدرات، إدمان على المخدرات، الكذب، الاحتيال. يعني هيدي
هيدي كل القضايا، حتى بعض المرات للأسف في بعض الأشخاص من الأحداث يرتكبوا جرائم قتل، طبعا منع عن عمد ولكن الدفاع عن النفس بعض المرات في عنا حالات موجودة. فالسجن نوعا ما فينا نقول بحالة منيحة، لأنه في مرشدين اجتماعيين، في بسيكولوج يعني معالجين نفسيين وأطباء نفسيين، في مسؤولين إداريين، في أشغال، في نشاطات. فإذا عيش المراهقة ضمن هالسجن نوعا ما عم بيحاولوا المسؤولين، هم نحييهم ونشكرهم لأنه عندهم جهد كبير، يقدروا يعملون حصانة، لأنه موجودين هن بمبنى مع الكبار ولكن لوحدهم، هن ممنوع يتخالطوا مع الكبار لأنه بتعرفي هذه الفترة شغلة مهمة وضرورية أن يكون هن لوحدهم. فعندهم أشغالهم، نشاطاتهم، مشاريعهم، عندهم المرافقة الفردية والمرافقة الجماعية ليوعوا على سن المراهقة، على المشاكل، على الصعوبات، على بعض الحلول لها. ففينا نقول نوعا ما لا بأس، ولكن نحن نطمح إلى أفضل، لأنه هيدا السن هلا يمكن نحكي كيف بنشوف المراهقة اليوم بحاجة لمرافقة دقيقة فردية جماعية، لنشاطات لحتى الشخص يكتشف ذاته ويقدر يوعى حاله يوما ما ويوعى على اللي ارتكبه اللي اشتغله. فإذا السجن اليوم نحن موجودين معهم، نحن كجمعية ما بنشتغل مباشرة معه، ولكن نحن بنشتغل مع الأهل تبعهم، مع للأسف كمان في منهم من هالأحداث بيته موجودين بالسجن، عمه، خاله، خيه، أمه موجودة بسجن رومية مثلا، بسجن بعبدة. فإذا شوفي وين هالترابط اللي منه طبيعي للأسف، يعني اثنينتهم موجودين بحالة مش لازم يكونوا بالسجن، ولكن ارتكبوا أخطاء، صار البي والأم موجودين أو العم أو الخي، فكيف هالولد بده يعيش المراهقة؟ أدي فترة إجمالا حبس المراهق في فترة معينة ولا حسب الجنحة أو حسب الجنحة أو حسب الخطأ اللي ارتكبه؟ يعني أكثر شخص عنده 8 سنين، ما بقى في منه سنة، 6 أشهر، حسب اللي افتعلوا هالأشخاص اللي هن بعض المرات منن واعيين للأسف، بينجروا، وفي الكبار هن بيسيرون وبيوعدون وبيعملون غسل للعقول، للدماغ، لحتى وبيشوفوا مناظر ببيتهم بمحيطهم، فكل عوامل بتأثر. وكيف بده يعيشوا هالمراهقة بجو موبو، بجو غير صحي، غير سليم، بجو عايشينه هن مفتكرين هيدي هي الحياة، ولكن الحياة مش هيك مثل ما شفوا. عندكم لأي عمر بتعتبروا المراهقة؟ يعني بعد ما نقول خلص نسبة مدة السجن بالحبس 18 سنة، يعني بعدين بينتقل على سجن كبير، على سجن رومي، بسجل على سجن رومي. ونحن بحسب الدراسات اليوم بتقول انه 12% من هالأشخاص الأحداث عندهم تكرار، يعني بيرجعوا على الجريمة، وفي منهم يعني بيكونوا يومتها بالأحداث بعد سنتين صاروا كبار بيروحوا على السجن المحكومين أو الموجودين بسجن رومي. فإذا في تكرار للجريمة، في تكرار للرذيلة، في تكرار للأسف لعدة أسباب، يمكن مش وقت نشرح ليه هالتكرار عم بيصير. مزبوط مزبوط صح. طيب شو إذا ما ننتقل للضفة الثانية، شو تأثير دخول أحد الأهل على السجن على النمو النفسي والروحي للمراهق؟ هل هيدا بيساعده يعمل جنحات، يرتكب قصص مش منيحة؟ أكيد لما يكون البي بالسجن والأولاد موجودين خارج السجن، ولكن للأسف سجنوهم المجتمع بأفكارهم، بالأفكار المسبقة، بالكليشيات بنسميها، بالعناوين، إنه أنت بيك مسجون، بيك للأسف بين سنتين، وأنا ما بحب استعمل الكلمة مجرم، بيك سارق، بيك أمك إلى ما هنالك. طيب هذا الولد انسجن نفسيا، وانسجن معنويا، وانسجن بالعلاقات مع الآخرين، يعني حكمنا عليه قبل ما هو يقدر هالمراهق يكتشف ذاته ويكتشف عالمه ويبني الغد تبعه. فجزمنا عليه وحكمنا عليه وأدنى، لأنه هو منه مسؤول عن
فعلت الشنيعة اللي عملها بيه أو خيه أو عمه أو خيله أو حدا من محيطه، هذا تأثير عليه. فهالمراهق هو لما بيكون عايش ببيته بيه بعيد عنه، هو يتماهى عادة المراهق بمثل أعلى ببيه بخاله بخيه الأكبر إلى ما هنالك. طب هو بيه مش موجود معه، بمين بده يتماهى؟ بده يتماهى بصورة حلوة، بده يتماهى بصورة سليمة، بشوف بيه عم بهتوا ببيه، فكيف هيدا بده يتماهى ببيه؟ فإذا للأسف بعيش يمكن بكآبة، بحزن، بانغلاق، ببعد. ف المراهقة تبعه ما رح يقدر يعيشها، لأنه مثل ما هو لازم نعيشها. يمكن هلا نحكي عن المراهقة المبكرة والمراهقة المتأخرة. شو المراهقة؟ المراهقة بشكل عام شو مشاكلها هالأيام؟ المراهقة قبل ما يكون لها مشاكلها هي فترة، مثل ما فضلتي بداية الحديث وقلت إنه هي فترة حالة بعيشها الإنسان من الطفولة يأتي إلى المراهقة، ومنها يستعد إلى البلوغ والنمو وإلى الشباب والرجولة والأنوثة وإلى ما هنالك. فإذا هذه مرحلة كل شخص بده يمر فيها، وفي أشخاص بهال المراهقة بعيش منحدد الأعمار من 9 ل 12 أول مرحلة، من 12 ل 16، من 16 ل 18، وفي منهم من 18 ل 21، لأنه عندك عدة مراحل عن المراحل اللي بعيشها المراهق، وكل مرحلة إلى صعوباتها وإلى حساسيتها وإلى مشاكلها، ولكن كمان إلى حلولها وإلى مرافقتها. فإذا هالشخص اللي عم بعيش هالمراهقة وهو بعيد عن المرافقة والمتابعة النفسية والمعنوية والأخلاقية والتربية، لأنه هو حاسس حاله بعيد عن رفقاته، بيرزلوه رفقاته، بيسكروا علي أهله قرايبينه، بصور مشموس في وصمة بنسميها. فإذا اليوم نحن بهالشخص اللي بيعيش هالمراهقة أكيد عم بيعيش بكآبة بحزن، والمراهقة اليوم بتعرفي بيدخل الشخص بتمرد، بعصيان، بفوضى، بغضب، بيختلف مع أهله، وبغضب إذا بحالة طبيعية كيف إذا بيو بالحبس أو أمه. فإذا بحالة طبيعية بيكون هو رافض ذاته، عم بيكتشف ذاته، عم بينبش على إشياء كتيرة ما عم بيقدر يلاقيها، ما عنده أجوبة على الأسئلة اللي بيسألها هالفترة كتير دقيقة وكتير إنه حساسة. فكيف هيدا الشخص إذا كان بيو موجود بالسجن وبيروح يمكن بعد مرات سجن مؤبد 4-5 سنين، ونحن منحاول إنه بسجن الأحداث يعني المراهقين الموجودين بالسجن يلتقوا مع أهلهم، وكمان نحن ضمن جمعية عدل ورحمة عنا السنة القادمة نحن من ضمن المشاريع تبعنا بمركزنا برومية مقابل السجن رح بيكون عنا مكان لهالمراهقين وللأطفال قبل ما يدخلوا يشوفوا أهلهم، إن كان بيون أو خيون أو عمون، نقدر نحن نلتقي معهم لنحضرهم نفسيا ومعنويا ليعرفوا أنه هن منهم مذنبين، ولكن يعرفوا يقبلوا وضع بيون، يعرفوا هن ما يوقعوا بهالخطأ اللي عملوا بيون أو خيون أو أمون إلى ما هنالك. فهذا كتير مهم الاستعداد، وكتير مهم اللقاء، أنه الولد يرجع يتصالح مع بيو، يقبل، ولكن مش معناته يقبل أنه موافق اللي عمله بيو أو خيو، ولكن لا، يعمل ردة فعل إيجابية يقدر يقول أنا ما بدي أكون مثل بيي، أنا بدي صور، بدي صحح الصورة، أنا بدي ابني شخصية، بدي ابني حياة غير اللي بيي عملها. اتفهم بيي يمكن لظروف ما هو مسؤول عنها مباشرة، أو المجتمع أو عوامل أخرى أثرت عليه خلت هالمراهق يعيش باكتئاب، بإحباط، بخوف. والمراهقين نحن اليوم مثل ما تفضلت قلتي بيو مش بالسجن، بعيش بإحباط، بخوف، عم بيكتشف، بنقمة، بي 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 عم بيعمل عملية تحول، أول شيء بيولوجية فيزيولوجية، عم بيتحول نفسيا، عم بيكتشف ذاته، بكل شيء جسد عم يتغير، عم بيتغير. فهالتغير بعض المرات للأسف بيروح نحو جنحة، نحو مع رفقة يمكن مش محضرين، ما في تربية، ما في متابعة، ما في قيم عايشينها. هالمراهق بيروح لمحل مش لازم يروح لإله. فمشان هيك الوضع كتير دقيق وكتير صعب، وهون نحن مننصح المرافقة، وهون نحن هذا بدي أقول لك بده مرافقة نفسية يمكن، بس كيف أنا نقنع المراهق المتمرد
انه يخضع لمرافقه نفسيه تيتقبل وضع اهله، وهو ما يصير مثل بيه او مثل خيه او خاله او ما بعرف مين. فنحن قلنا هذا وضع حالي، مرحله صعبه دقيقه، وهون بدها المرافقه والمتابعه. نحن اول شيء يعني الاهل يصغوا لاولادهم، يسمعوا لهم، يسمحوا لهم يحكوا اللي بدهم اياه، ولكن بعدين نعمل لهم نحن فلتراج بنسميه، يعني نصفي اللي عم نقوله، لانه الولد بحاجه يعبر. بس اوقات الاهل سوري ابونا بدهم توعيه، مش فاضيين لاولادهم. مزبوط. هلا شغلت في شغله جمعيات حكمه نفسيه، ما بعرف اذا عندكم حدا تيرافق هالمراهق او هالولد، مش بس المراهق يعني. طبيعي الاهل بده يكونوا محضرين وقادرين، ما يكونوا هن محبطين وكئيبين والاشغال وملتهيين بالسلولار تبعهم وبالتواصل الاجتماعي، مش فاضيين لاولادهم، بنجيب المربيات بين سنتين، ما انه مربيات يعني بنحطهم لحتى يهتموا بهالاولاد. هذا دور الام، دور البي، انه يكونوا حدهم، يسمعوا لهم، يصححوا المسار، اذا ما قدروا يصححوا يستعينوا بمرشدين. نقدر نقنع الولد المراهق، بدك تسمعي له كثير، بدك تعطيه انتباه، بدك تخليه يعبر عن حاله، لو غضب، لو كان عنده أفكار شاذة نستوعبه لنصحح المسار، لأنه اليوم هو عم يبني شخصيته، فهالشخص اللي عم يبني هالشخصية وهو عنده كآبة وعنده خوف أو عنده فراغ، وعنده فراغ ووحدة في منهم. بتعرفي اليوم المراهقة بتروح نحو الغضب كتير والتشدد ونحو الانزواء والانغلاء، لانه خايف يواجه كل شيء جديد علي، ما عم بيسمعوا له اهله، رافضينه اهله، رفقاته بالمدرسه، الى ما هنالك. هي بتكون عنده هالشخصيه وهالنفسيه اللي بتاثر على مستقبله، وبتبقى جروحات وبتبقى متراكمه عنده. اذا نحن كاهل وكمرشدين روحيين ونفسيين ما قدرنا ساعدنا ورفقنا، بنكون نحن عم نربي اجيال لتوصل للسجن. وهون التوعية، نحن اليوم بالسجن مش هدفنا نعالج، لأنه صعوبة المعالجة صارت فيها صعوبة أكثر. نحن بدنا نعالج عملية استباقية، ببلش بالمجتمع، بالعيلة، نربي على يعني القيم. كيف بدنا نربي مزبوط من الأول، من هو ولد كيف بدنا نربيه تيوصل لمراهقة صالحة. أكيد ما بدي ربي ما فيها مشاكل أنا كتير على الكذب وعلى الاحتيال، وبحكي شيء قدام أمه وبيه، يعني الأم والبي بيحكوا شيء وما تكذب كذب وقول، يعني ما هون عم بيربى الولد. فإذا لما أنا عم بربيه على أشياء بالصحيحة أكيد رح تودي إلى السجن للأسف، وتودي إلى الشر وإلى الرذيلة. وهون نحن بدنا نساعد الموجودين بالسجن أنه ننقي المجتمع. فهي سن المراهقة اليوم للأسف في من عندك مبكرة، وفي متأخرين وصل 21 و25 عم 25 مزبوط، وبعضهم مراهقين لأنه ما كان في مرافقة متابعة مع قبل هالمرحلة، وما عرفنا نحن نشرح له ونوضح له، وفي عمر صعب بنسميه بدنا نقدر نحن نتأقلم معه. واليوم العالم للأسف صار متفكك نوعا ما، للأسف العائلة عم تتأثر بسبب التربية، التربية على الأخلاق، تربية على القيم، على المبادئ، على القناعات، بطل في قناعات. نحن اليوم بدنا نبني قناعة، لما نبني قناعة عند الشخص معناته صار قادر هو يمشي حياته. بس إذا قناعته بينيها على إشياء رذيلة ومشوهة وعلى أفكار وعادات سيئة، واليوم الموسيقى وإلى ما هنالك في هاجمة على المجتمع، عم نغير المفهوم، عم نغير المبادئ، أكيد اليوم نحن عم نشوف مراهقين تعساء، مراهقين رح يودوا المجتمع إلى انحلال وإلى فساد. فنحن بدنا نستبق الأمور ونحضر جيل واعي، جيل ناضج، جيل فرح، جيل فرح. إذا ما فرح على الجيل وكان في عنده شوية سعادة، للأسف رح بيعيش بتعاسة، ورح الأهل يحسوا حالهم فشلوا، وهذا كله بيرجع لبناء الشخصية، بتبلش بالطفولة
هناك بالولادة قبل الولادة، وبذات الوقت نحن كمان بتكمل هالمرحلة التربية بناء الشخصية قدرات الذات، بده يقبل ذاته. هون بالسجن نحن نشتغل على المواهب والقدرات والنشاطات تبعه ليرجع يحس حاله أنه هو موجود. يمكن من هون أهمية تربية الولد على الإيمان والصلاة من هو صغير، يمكن بيعطيه مناعة شوي ضد أفات المجتمع. من هون بدي أوصل لآخر سؤال لك، شو نصيحتك اللي بتعطيها للأهل وللمراهقين بهيك وضع؟ يعني اليوم نحن الحياة الروحية هيدي كتير أساسية ومهمة، يعني بتنقي الضمير، بتوعي، بتخلينا نحن نرجع إلى القيم الإلهية والفضائل الإلهية، الإيمان والرجاء والمحبة. هودي إذا ما كانوا موجودين بقلب هالشخص، ما تمرس عليهم، ما شافهم، أكيد هذا شخص رح بيروح نحو الرزيلة. يمكن تقولي لي طيب ما في كتير ناس ملحدين وكتير مهذبين وعندهم غيب، أوكي، بس مع الله في غير نفس، في دعم، في قوة، بيقدر الإنسان، في سلام، في سلام داخلي، في سلام مع الآخر، في احترام. يعني هون نصيحتي أنا وتمني للأهل أنهم يسمعوا الدفيون ويرافقوا أولاد ويحبوهم، مش محبة أنه جيب له هدية وأعمل له مثل ما بده، مش حبة أنه أضربه، لا، محبة أنه أنا كون لإله، كون المثل قدامه، وضحي بأشياء كثيرة. وهون أنا كمان بقول للمراهق كمان أنه أنت أهلك بحبوك، الطبيب النفسي بحبك، المساعد، الأبونا، الشيخ، حتى هودي أشخاص بحبوك، أنت عليك أنك تسمع، هودي بدهم صالحك، فاسمع منهم لأنه هن عايشوا الخبرة واستفادوا. يمكن ما يفهموك ما تفهمون، مش مشكلة، المهم أن أنت تقبل أنه حدا يرافقك وحبك، إذا ما حبك ما في رفقك. فنحن اليوم هيدي المحبة أكيد والصبر والتضحية هن بيخلصوا هذا المجتمع ومنخفف من الاقتصاد بالسجون. بالسجون. مرسي أبونا، انبسطنا بوجودك معنا. شكرا لكم. وصلنا عن نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، بتمنى نكون قدرنا نجاوبكم شوي على بعض الأسئلة، على أمل لقاء بحلقة مقبلة إن شاء الله.